من بين السبورة والطبشورة ل 12 سنة سجن. في طفلة اسمها نفوذ حماد، بيوم معتاد راحت على المدرسة هي وزميلاتها، ودخلت على غرفتها الصفية وهم قاعدين داخل الصف. فجأة داهمهم مجموعة من قوات الاحتلال وراحوا على نفوذ واعتقلوها، وكمان اعتقلوا أختها اللي معها في نفس المدرسة، وكمان اعتقلوا صديقتها واخذوهم وراحوا فيهم على مركز تحقيق تابع للمخابرات الإسرائيلية. شو كان بدهم؟ بدهم نفوذ تعترف بأنها طعنت مستوطنة إسرائيلية تسكن في حي الشيخ جراح، اللي حاولوا خلال عام 2021 يطفشوا فيه السكان المقدسيين وسكنوا مكانهم يهود. طبعا نفوذ رفضت تعترف بهاي الرواية، فبدأوا فيها بالتعذيب ولكن لا محالة. عشان يفرضوا عليها هاي الرواية وتعترف وتقر فيها، راحوا جابوا أبوها وصاروا يعذبوا أبوها قدامها. طلعوا قديش المشهد مؤلم. البنت لما شافت أبوها بتعذب قدامها قالت لهم خلاص أنا بعترف اللي بدكم إياه. فعلا بعد ما اعترفت حولوها على المحكمة، أصدرت المحكمة قرار بسجنها 12 سنة بالإضافة لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ. أما الأب المسكين اللي عماله بتلوى على فقدان لبنته، قال من اندلاع حرب طوفان الأقصى، معركة طوفان الأقصى، لغاية اليوم ما بيعرف إشي عن بنته نفوذ، وبقول هيك الاحتلال سرق طفولة بنتي من داخل المدرسة.